أهل السنة وجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية. هم أهل السنة والجماعة. حسب من على الكتاب السني. كتاب السني هذه كلمة قليلة الألفاظ لكن يدخل فيها حياة المسلم كلها في كل نواحي الحياة. كتاب السني هنا يرد وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تخر لهم ذاك. حسب من أولا ليس رجل علم إنما هو رجل دعوة ونفع الله به الشباب المسلم حيث أنقذه من القهاوي والسينمايات وإلى آخر هذا لا شك ولا ريب فيه. لكن هو كتب حسن بنا لبدل على علمه أبوه اللي اسمه عبد الرحمن له بعض كتب بدل على علمه لكن ابنه حسن بنا ما له غير بعض رسائل صغيرة. هذه رسائل صغيرة كمنهج لدعوته يعني لكن ما بدل على أن الرجل كان عالما. فهل بيقول لك أنا عن كتاب السنة وعلى منهج حسب أن هذا دليل أنه مغمض عيونه ومستسلم لهوى الحزبية العمياء أنه حسب أنه